العلاج الطبيعي بجامعة بنها. تقدم كلية العلاج الطبيعي خدماتها التعليمية والبحثية والمجتمعية، وبعد النجاح في تأسيس الكلية وموافقة المجلس الأعلى للجامعات على بدء الدراسة بها، فإن كلية العلاج الطبيعي تعد الكلية رقم 16 بجامعة بنها. يأتي افتتاح الكلية الجديدة بغرض تقليل اغتراب الطلاب الدارسين ليس فقط في محافظة القليوبية، ولكن لعدد كبير من المحافظات المجاورة، بما يخفف الأعباء المالية على أولياء الأمور والطلاب، كما أنه جزء من خطة جامعة بنها لإنشاء مجموعة جديدة من الكليات الطبية بالجامعة. تضم كلية العلاج الطبيعي 7 أقسام علمية أكاديمية وإكلينيكية على الشكل التالي: قسم العلوم الأساسية، قسم العظام، قسم الأعصاب، قسم الأطفال، قسم الباطنة، قسم النساء والتوليد، وقسم الجراحة. معلومات أكثر عن كلية العلاج الطبيعي: مدة الدراسة بالكلية 5 سنوات بالإضافة لسنة تدريبية إجبارية الامتياز. الدراسة بالكلية بنظام الساعات المعتمدة 206 ساعات، 194 ساعة إجبارية بالإضافة إلى 12 ساعة اختيارية، بالإضافة إلى 1728 ساعة تدريبية الامتياز. يتكون مبنى الكلية من 6 أدوار أرضي و5 أدوار متكررة، حيث يضم المبنى عدد 3 مدرج ساعة 250 طالب للمدرج، عدد 12 معمل ساعة 25 طالب للمعمل، عدد 13 قاعة تدريس ساعة 25 طالب للقاعة، عدد 22 غرفة إدارية، عميد، وكلاء، أمين كلية، طاقم إداري، رعاية شباب، كنترول وغيرها. هذا بالإضافة إلى وجود عيادات خارجية ملحقة بمبنى الكلية على مساحة 400 متر مربع، وذلك بقدرة استيعابية لعلاج حوالي 50 مريض بكل عيادة، بإجمالي 200 مريض يومياً. وتشمل العيادة الخارجية 5 غرف كشف لتعقيم الحالات المرضية ووضع الخطة العلاجية، 4 غرف علاجية للأقسام المختلفة: عظام، أعصاب، أطفال، جراحة، نساء وتوليد، وغرفة لمدير العيادة، وغرفة أخرى لاستراحة الامتياز. كلية العلاج الطبيعي بجامعة بنها ترحب بأبنائنا وبناتنا من الطلاب والطالبات، مع تحيات المكتب الإعلامي لجامعة بنها.